اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم وفرق جمعهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.